هاك البساط للمحسنة واللوز في وسطها ينبع وكداك بالسمن مدهونة ومحنشان. السلام عليكم، مرحبا بكم معايا في القناة. معكم بهيجة من قناة الناصري برودكشن. اللي دخلت القناة وشافتها وعجبها المحتوى ديالها تشارك معايا وتدعمني وتابونا عندي، علاش لا. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا مع بعض كيفاش كنحتفظ بالفول. انا بصراحة الله الفول وجلبانة الوحيدين اللي كنحتفظ بهم في الكونجيلاتور. داكشي الاخر يعني الناس كاين اللي يحتفظ باللفت بالخيزو اللي هو جزر بالحامض البرتقال، لا ما كنحتفظش بهذاك الشيء حيتاش واخا هكاك كيتغير ليها المذاق ديالها. الخضر ولا الفواكه كيتغير ليها، الا الفريز حتى هو بصراحه الله كنحتفظ به. ان شاء الله غادي تشوفوا الطريقه ديالي. اليوم معنا الفول، هكا غنشريو فول يكون مزيان باقي طري، وغادي نغسلوه مزيان 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 ونخليوه يتسقطوا ونعاونوا بهاد الورق النشاف ديال المطبخ. صراحة الله كنت احتفظت بالفول شحال من مرة، ولكن كنديرو في الكونجيلاتور ملي كنوصل عليه نديرو في الكسكسو، ولا كيعجبني بزاف الكسكسو ولا مع طاجين ديال جلبانة من الحيمات ديال الغنمي. ملي كنجبدو كنديرو ما كيتكمش وما كيطيبش، وملي كيطيب كيتفك على الجلفة ديالو. واحد السيدة تلاقيتها غير بالصدفة عند الخضار، هي اللي قالت لي هاد الطريقة. درت هاديك العام ونجحات معايا وقلت غادي نبارطاجيها معاكم. ان شاء الله غادي ناخذ زيت نباتيه اولا زيت روميه، وغادي نلبسوها كلها لهاد الفول ديالنا. قلت لها شنو كدير الزيت، قالت لي كتحافظ عليه ما كيتكمش، وملي كتحطيه كيولي طري بحال اللي يلاه درتي. غير هو كيشد شويه الطياب، عوض فاش اننا نديروه في الكسكسو، هو المرحله الاخيره كنديروه قبل شي شويه باش يلاه يطيب ويطرى. غادي ان شاء الله نعمرو في هاد القريعات ديالي. غير هو حاجه وحده البنات غادي نقولها لكم على الفول. الفول راه ماشي كنعمرو الماء في الكوكوت ولا في الطاجين قبل ما يغلى نحطو الفول، اولا نخليوه يديكونجلا. الفول ما تنخليوش يديكونجلا من الثلاجه، نخليوه حتى يحيد منو الثلج عاد نقصو حنا نرميوه الا بغينا في الكوكوت ولا طاجين. لا الفول بحالو بحال جلبانات، يكون كونجلي وكيتحط على المغليان سوا ديزون في الكوكوت ولا في الطاجين. اما الا خليتيه حتى ديكونجلا راه كيشرف وما كيطيبش. ويمكن لينا الا ما عندناش قراعي غادي نعمرو هكا في هاد السوبيرات ديال الميكا اولا دي بواط ديال البلاستيك. هكا نغطيو عليها بالبلاستيك الغذائي. وهكا غادي يكون هذا هو الفول اللي عندي. غادي نسد على القريعات ان شاء الله، هكا نحطهم كيما حطيتهم ماشي مشكل في الكونجيلاتور. ملي كنبغي نستعمل الفول كان يكفي انني نخويه بحال هكا في القدره ولا في طاجين ولا في كوكوت. وهذا هو الفول اللي شاركت معكم. انا ما شريتش كميه كثيره الصراحه، شريت غير جوج كيلو، لقيتها البارح ب 3 دراهم الكيلو. غادي نزيد كميه اخرى، قلت علاش لا نفوت الفرصه انني نشارك معكم الطريقه ديالي باش تنحافظ على الفول في المجمد. كانت هذه هي الطريقه، وكانت معكم بهيجه من قناه اناسيري برودكشن، والسلام عليكم.